من جديد ده كل تحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني عقب نهايه اللقاء الاهلي والزمالك بتعادل ايجابي بهدف لكل فريق، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، مباراه كبيره، انت افضل على مدار ال 90 دقيقه، كنت الاخطر، كنت الاحق بالمباراه. النهارده بتفقد نقطتين، لكن مهم جدا ان انا قبل ما ادخل مباراه سان داونز تكون اللعيبه كلها، نطلع من اللقاء ده اللعيبه سليمه، ومكاسب كبيره جدا ان انا بكسب عوده صلاح محسن للتهديف، عوده طاهر محمد طاهر وتالقه ايضا قفشه وايمن اشرف. يعني الحمد لله طبعا على كل شيء. هي مباراه يعني مهمه في ختام مرحله كانت صعبه جدا في تلاحمها وضغطها يعني، لكن في النهايه هي مباراه على المستوى الفني، اعتقد انها مباراه على مستوى عالي جدا يعني، انتهت 1-1. مهم قوي ان انت تقفل الصفحه بجد يعني، لان انت داخل على ثلاث مباريات يعني، مباراتين فيهم بتكمل على وتحافظ على لقبك اللي انت حققته السنه اللي فاتت، والثانيه بطوله لوحدها غايبك عننا اللي هي مباراه نهضه بركان اللي هي هتبقى يوم 28 ان شاء الله. يعني مش عايز اتكلم كتير برضو عن المباراه النهارده، لكن في النهايه هي مباراه وانتهت في ختام مباراه في ختام مرحله كانت صعبه يعني. مش عايز اقول ان انت كنا قريبين من المكسب، لكن في النهايه الحمد لله على كل شيء يعني. خلينا نقول من يوم الخميس ان شاء الله الرحمن هيبقى عندنا معسكر برضو يعني استعدادا لسان داونز يوم السبت ان شاء الله الرحمن، نحقق نتيجه كويسه وتساعدنا على مباراه العوده ونروح مش عايز اقول يعني معركه ولا حاجه، لكن عايز اقول يعني مباراه هتبقى صعبه جدا يعني، سواء كانت هنا ولا هناك، بس نفكر في المباراه اللي هنا الاول، وبعدين ان شاء الله الرحمن بقى اتجاه ان احنا نكمل ونطلع من بره على مباراه السوبر باذن الله. كابتن سيد، من النقاط المهمه جدا اللي احنا اتكلمنا عوده بعض اللاعبين النهارده مكاسب للنادي الاهلي، وانك بتخرج من اللقاء دول بدون اي اصابات قبل مباراه سان داونز، خاصه زي ما حضرتك قلت انت مطالب بالحفاظ على البطوله. يعني الحمد لله طبعا على كل شيء يعني، الحمد لله انت برضو يعني اذا كنت لسه بدري على الدوري جدا، لسه بتتكلم على عدد مباريات كبير جدا جدا يعني، في حاجات بتروح وحاجات بتيجي وحاجات بتبقى مفاجات اكيد، وفي حاجات بتحافظ عليها، لكن اعتقد ان الحاجه الايجابيه في الموضوع بشكل كويس ان انت برضو يعني لعل وعسى ممكن تحتاجها في يوم من الايام، ده كان مهم يعني، كان مهم ان احنا نكسب النهارده الحمد لله يعني، ان احنا نجيب جول وبعدين نتعادل يعني، كان مهم ان احنا نكسب ونزود عدد الفرق بعد كده لما نخلص مؤجلاتنا ان شاء الله الرحمن يعني، لكن في النهايه يعني انت حافظت برضو يعني، عندك سنه مقبوله ومعقوله اللي هي اللقاءات المباشره دلوقتي في صالحك انت يعني، لكن لسه بدري جدا 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 لنا في الدوري الاسباني عبره يعني، الفرق لما بتكون مضغوطه، وفي ناس بتضحك علينا وناس بتتكلم بشكل تقول لك يعني ايه يعني ايه الفرق مضغوطه، فرق مضغوطه ده ريال مدريد وبرشلونه واتلتيكو ومانشستر يونايتد يعني، في ناس كمان قالت ايه ده مانشستر يونايتد يعني هيلعب يوم الاحد وهيلعب يوم الثلاث وهيلعب يوم الخميس، ومحدش مين اللي قال لك ان محدش يتكلم؟ حضرتك لو مطلع وحضرتك لو بتقرا كويس هتلاقي ان مانشستر يونايتد بادارتها بمديرها الفني اعترضوا بشكل كبير قوي، وقال لك يعني انا مش عارف اكافئ لعيبتي ان هم وصلوا لنهائي اوروبا مش دوري الابطال يعني، من ضغط المباريات اللي احنا بنتعرض له. الناس طبعا كلها اي حد فني واي حد يعني لاعب كوره اكيد بيبقى عارف ده كويس يعني، لكن خلينا نقفل الصفحه ديت، نقفل صفحه الدوري المحلي تماما تماما، نقفلها تماما يعني، عشان عندنا مباراتين، مباراه مع فرقه او مباراتين مع فرقه انت كنت طلعتها السنه اللي فاتت وهي طلعتك السنه اللي قبلها، ففي نديه وفي حسابات حتى كمان يعني لها حسابات على المستوى الفني والشخصي يعني. فمش عايز اتكلم على مباراه الزمالك كتير ولا المرحله اللي فاتت كتير، عايزين نركز ونقفل صفحتنا اللي فاتت ديت ونفتح صفحه احنا محتاجينها جدا ولازم نركز فيها كويس قوي، لان احنا نقابل خصم عنيد وخصم متميز جدا اللي هو سان داونز يعني. كابتن سيد، حضرتك تطرقت لمباراه سان داونز، يعني في نقطه مهمه جدا عايزين نتكلم فيها النهارده، النادي الاهلي في ظل ضغط المباريات واللعيبه واقفه على رجليها على مدار ال 90 دقيقه، ده مش شق بدني بس يا كابتن سيد، ده شق كمان شق نفسي، والاعداد النفسي اللي حضرتك بتشتغل عليه مع اللاعبين اعتقد ده دوره مهم جدا خلال الفتره القادمه. يعني في الاول والاخر برضو انت معاك نوعيه لعيبه على اقل مستوى، غايب مننا ناس كتير طبعا وناس مهمه ومؤثره ان شاء الله الرحمن ترجع في الفتره اللي جايه، ناخد عدد من المباريات اعتقد انه مش هيتكرر اللي فات ده يعني ان شاء الله، لكن زي ما قلت لك يعني مهم جدا جدا ان انت يبقى تفكيرك ايجابي، خلاص الصفحه انتهت ما تشوفهاش يعني، مش عايزين نفكر اصل كره فلان لو جت اصل كره فلان، خلاص المباراه انتهت بحلوها وبمرها وانتهت بواحد واحد، وهي مباراه على المستوى الفني اعتقد انها حلوه سريعه جدا يعني، هنا وهنا ممكن تكون انت متسيد في بعض الأوقات، والزمالك كمان كان عنده في بعض الاوقات هو كمان، فده وضع طبيعي يعني، بتلعب في اكبر فرقتين في مصر يعني، فمش عايز اتكلم فيها كتير يعني، خلينا نركز مع فرقتنا، بكره ان شاء الله الرحمن هنعمل الريكفري بتاعنا العادي والمعتاد، ان شاء الله الرحمن نحضر
من يوم الخميس باذن الله في معسكر، نقفل على نفسنا جدا، ما حدش يتكلم في اي حاجه خالص خالص، ودي تعليماتها متقال للعيبه، ما حدش يتكلم في اي حاجه خالص تخص الدوري المصري، ما حدش يتكلم في اي حاجه تخص الحته المحليه. لازم نخش بمنتهى التركيز، عندنا 180 دقيقه شوط اول هنا في السلام، وبعدين شوط ثاني اللي هو 90 دقيقه في السلام، وشوط ثاني هناك في بريتوريا. كابتن سيد، اخيرا هل في بعض اللاعبين المصابين من الممكن يعني النادي الاهلي يلحق العوده لمباراه سان داونز، سواء مباراه الذهاب او مباراه الاياب؟ يعني اعتقد ان اجاي خلاص دخل معانا اصلا بقاله يومين، هيبقى موجود معانا ان شاء الله يعني على حسب اختيار موسيماني ليه، وعلي معلول ان شاء الرحمن باذن الله بنسبه 99% ان شاء الرحمن هيسافر معانا. سيد اخيرا، لو هتقول رساله للاعبي النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي وانت داخل على مرحله صعبه تحافظ على لقبك؟ في سياق الكلام يعني خلاص الصفحه انتهت، يعني احنا لعبنا المنافس بتاعنا مرتين، ممكن يبقى عندنا افضليه في اللقاءات المباشره، لكن لسه بدري قوي على بطولة الدوري. انت بتتكلم في عدد مباريات يعني ممكن يتخطى ال 20 مباراة ولا سوري ال 15 مباراة ولا حاجة، فانت بتتكلم في عدد مباريات كتير مش قليل يعني. واللي هيحسم البطولة السنة دي على فكرة الفرق اللي هي يعني يتقال انها فرق صغيرة، يتقال، لكن هي طبعا مقامها كبير وموجود وتاريخيا يعني موجود في تاريخ البطولة، لكن انت هتخش في مباريات بتركيز عالي قوي وفي مباريات تانية التركيز اقل، اعتقد ان المفاجات هتبقى وارده يعني. كابتن سيد وبالتوفيق. شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ عقب نهايه اللقاء وتعادل ايجابي ما بين الاهلي والزمالك بهدف لكل فريق. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام.